صباح الخير ومساء الخير يا لبابا. يا لبابا. السلام عليكم. واش خوتي مشاهدي قناة سليلابيو، اكيد عرفتوا الموضوع مشتو المينياتور. اليوم غادي ندوي مع اصحاب الاس في تي ال اس ا، الناس اللي غيختاروا التخصص في لافاك. مرحبا بكم، سواء في الفيوتر بيولوجيست سواء جيولوج، غادي تدخل لافاك اتلقى واحد القهوه كيقولوا لها البيبي، خذ منها كافي وهرب. حتى الا بقيتي تما غيعطيوك شهاده السكنه من بعد 7 سنوات عيشه. لونفي او المدرج ما يخلعكش عامل والناس جالسه القدام، وكاين اللي كيتجاوب مع البروف. هادوك غا معودين العام حنيني، انت دخل وحاول تدي معك غير 10% في كل حصه، شري الكور وبدا تشرح مع راسك. حاول الشهر ونص الاول تكون وليتي كتفهم بلا ديكسيونير. ما تغيبش في التيدي يا معلم، سير اكتب سيدي واخا ما تفهم والو. نهار تبغي تخدم تلقى راسك كاتب، اما الا طلبتي تنقل من واحد اخر فغتلقى بحال والو اليابانيه مخلطه بالبرتغاليه. حصص تيبي يا معلم بلا ما تنطقها بالمراكشيه، غادي تعرف الميكروسكوب وكيفاش تخدم به. المهم خذ لي نوط، راه كاين امتحان ديال تيبي وهو اللي كيخرج على اصحاب الاس ا، عندها كيسحب لك هي زايد. المهم يتبع خوتي في الفيديو القادم. تشاو، السلام عليكم.